مساء الخير لجميع المشاهدين، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تسود أجواء صافية مع 26 درجة مئوية المحسوسة، أيضا 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز بشكل عام. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء مستقرة بشكل عام لكن حارة، أسكاكا أتربة مثارة مع 35 إلى 23، عرعر طقس مشمس 34 إلى 22، وتبوك طقس مشمس 35 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة رياح نشطة مع 39 إلى 28، جدة 33 إلى 28، مكة المكرمة زخاتر عديدة من الأمطار 39 إلى 27، والطائف 29 إلى 18 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة، أبها زخاتر عديدة من الأمطار 23 إلى 13، الباحة 24 إلى 14، وجازان 34 كحرارة عظمى. المنطقة الشرقية، الدمام 36 إلى 26، حفر الباطن 39 إلى 25، والإحساء 41 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 37 إلى 26، بريدة 36 إلى 25، وحائل طقس صافي 35 إلى 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.